بعيد جدا. Congratulations to the murder directed by سعيد جدا وفخور بكل طاقم العمل اللي قدم مجهودات كبيره حتى تكون هذه الطبعه ناجحه من حيث التنظيم من حيث تلبيه دعوه الضيوف المهرجان، ناجحه ايضا من حيث تلبيه الجمهور لدعواتنا وجاوا القاعات السينما وتفرجوا الافلام، جاوا ساندوا قضيه عادله قضيه فلسطينيه. دونك ما نقدر نكون الا سعيد وفخور، نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في نجاح هذه الدوره. انا سعيد جدا 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 ومتشرف بالتكريم النهارده في وهران، وانا ما اتيحتش ليا الفرصه الحقيقه ان انا اشوف كل الافلام المشاركه، لكن بالقدر اللي انا شفته انا سعيد جدا بمستوى السينما العربيه اللي احنا بنشوفها والتعارف على كل الصناع من شتى انحاء الوطن العربي. انا فرحانه بزاف بهذا التكريم وتكرمت في هذه الدورة لـ12 للسينما العرب. فرحانة بزاف ونشكر جميع اللي فكر فيا والجمهور الكريم. أنا كتونسي سعيد جدا بهذا التتويج، سعيد أيضا للفيلم القصير التونسي اللي تحصل على الوهر الذهبي لمهرجان وهران في فئة الأفلام القصيرة. تحدثت مع جود سعيد رئيس اللجنة بكثير من الحب عن هذا الفيلم، يعني أعلمني منذ البارح بتتويج الفيلم التونسي، كما أنا أعلمته أيضا بتتويج الفيلم السوري عندنا في الأفلام الوثائقية. سعيد بهذا العرس، فرحان اللي وهران يرجع لها هذا المهرجان بعد 6 سنوات من الانقطاع ومن الغياب.